ثنا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استقيم اعتدلوا الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Dhikr, month of reminding. In this month, Allah revealed the Quran from Al-Lawh al-Mahfuz ila Sama al-Dunya, from Al-Lawh al-Mahfuz to heaven of Dunya. That was in Ramadan. Ramadan is
blessed month. Quran is the book of Allah, blessing book. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. This is opportunity for all the believers. Now, when Imam praying with people, you can listen to word of Allah anywhere you are. But if you pray in your Taraweeh, don't follow Imam. If you're not with Imam in same masjid, you cannot follow Imam in the Facebook Live, whatever. No, you can't do that. But you can listen to Quran, that's blessing. You can listen to the preaching, that's blessing. As we said, Ramadan is a month of blessing. Ramadan is a month of Quran. For example, we have some series, some countries, they already done, they already prayed their Taraweeh. They're about to sleep. Now for them, you can watch. You can listen to A'imma, to Qurra, those who reading Al-Quran, those who pray At-Taraweeh, you can listen to them. That will be multiple blessing from Allah for you. Okay, and there are some countries, they didn't pray At-Taraweeh here. They didn't break their fast, yes. They can listen to recitation, they can listen to preaching, that will be blessing from Allah. But those who we all are same time, we break our fast together, we fast together, this is time for the Taraweeh. Now you have to pray your Taraweeh by your own. Don't follow us to make it clear for you. Alaman benessa babama, alaman sutrala. Ebisiga minke. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار
الدين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
rahmatullah. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم ربنا اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم ربنا فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ربنا فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ربنا طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ربنا صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. As we said, if you pray Taraweeh after Taraweeh, when you go home, you wanna pray more nafila, no problem. You can still pray your nafila, but don't pray another witr. What is the witr? The odd rak'ah. It means 1, 3, 5, 7, 9. Witr is to pray one and add one more. To pray 2 rak'ah and add one more. That start from 1 rak'ah. 1 rak'ah or 3 rak'ah or 5 rak'ah. Now, we already pray al-witr. You want to pray at home, no problem. When you go, you can keep praying. This is a month of blessing. Or when you go and sleep, when you wake up at midnight, you can continue to pray. Don't say, no, we already prayed Taraweeh, no more prayer. No. Just keep continue to pray. As we said, this is blessing month, mercy month. When you wake up midnight, we call that at-tahajjud. What is at-tahajjud? When you wake up after sleeping, when you wake up and pray, that's at-tahajjud. But this prayer we call at-taraweeh. After Isha prayer at Ramadan, that's at-taraweeh. Okay, no problem. You can go and continue to pray if Allah will give you ability. Or when you go to sleep, when you wake up at midnight, you can continue to pray, inshallah. May Allah forgive us, inshallah. Sheikh, we not have one question. Okay. It's about like the enough of make alone. No, no. Andrea Kaka download Kepa. Without you already know, no? Well, she didn't know another time. Okay, so okay, no problem. No, he's at the end of it. Kata ben ni ikela slamadi sa fe inu mukaka iko ibena commento idemento yi komi ye kulana kranya maka be ibrahim mama ale shana ko alaba ko mol ke nu moldi ani yakubata. So on ba fe be kuma doni o importance mi bala ka fo mo iko kanya iko fe lum na ite dunya lo na manya do mu la sima. Okay, this is the sual. You beg, it's mean your children, your wives. Okay, Allah said in Quran, Am kuntum shuhada'a idh hadhara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha aba'ik Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Allah said, you were present, you were there when the death come to Yaqub. Yaqub, he had 12 children. Allah has given him, Allah has blessed him with 12 children. And Yaqub, he called all of them. All of them come together. Yaqub alayhi salam, he was about to pass. He asked them, Ma ta'buduna min ba'di, my kids, my sons, my children, what you will do after me? What you planning to do after me?
ma ta'buduna min ba'di, what you will worship after me. You will worship only Allah, or you will worship something else? You will worship only Allah or what? They said, our father, don't be afraid. Our father, don't be scared. Our father, be happy, be glad. We will follow your step. Our father, we will follow the step of your father, Ibrahim's step, Ibrahim's footstep, Ismail's footstep, Ishaq's footstep. We will follow that. Just to worship only Allah, ilaha wahida, one God, wa nahnu lahu muslimun. We are a submitted to Allah. Okay, for that reason, good believer, you have to care about your family. You have to teach them Islam. You have to teach them al-Iman. You have to teach them al-Tawheed. You have to tell them about the importance of Islam. Now, all the messengers, all the prophets, all the good people, as Sahaba before us, they used to do some way commending their families with this Islam. It means when you pray, you have to call your family, my brother, my sister. When you pray, don't pray and leave your children. No, that's not good. You will be asked about them, Yom Al-Qiyamah. Don't pray and leave your family. No, my brother, don't do that. My sister, don't pray and leave your children. When you're ready to pray, that's obligatory prayer or optional prayer, please call all of them. They have to join you to pray. Show them how to pray. Wallahi, even that, after death, your house will be changed to something else. They will change your house to something that you don't like. Before that, before you will be asked, before you be regret, my brother, my sister, just wake up and commend your family and teach them about this Islam. We ask Allah al-Iman wa taqwa, mala guide us, inshallah. Mala give us iman wa taqwa. Mala guide our families. Mala guide our children. Mala make them good believers. Mala make them good believers. Mala make them good mu'minina atqiya, inshallah.